شيخنا أيضا أبو صالح يسأل يقول بالنسبة لصلاة الوتر كم عدد ركعاتها ومتى وقتها؟ أحسن الله عليكم. صلاة الوتر هي آكد صلاة الليل، وهي السنة المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. ووقتها يبدأ من انقضاء صلاة العشاء، سواء صلى العشاء في وقتها أو رخص له في الجمع بينها وبين الظهر وبينها وبين المغرب في جمع التقديم إلى طلوع الفجر. أقلها ركعة واحدة، وأقل الكمال 3 ركعات، وله أن يصليها 5 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة، والله أعلم.